شوف اليوم مين جايني. هلا بالحبيب حسين، شرفني كابتن يامن. صار لي الشرف والله، زعلان علي. لا لا ما في زعل بيننا. هذا السبه هنا، هذا السبه. نعطيكم السبب، كان في لغط كذا، بس بعد الفطور ان شاء الله نعرف التفاصيل من اخوي. الله يسعدكم ساره حبيبي. اخوي يامن حبيبي حسين، على الدعوه والحضور. الله يسعدك، انت اللي ما قصرت. الله يكثر خيرك ويغنيك ان شاء الله. الله يجزاك خير، ما يحتاج، خيرك سابق في الكلام. لا والله اخوان، احنا شوف جلسنا 3 شهور ما نكلم بعض، لكن هو سوء اختلاف. اي طبيعي تصير بين الاخوان، تصير بس بديك. هذا ممكن واحد فهمها غلط، لكن اقول حسبي الله على اللي هذا سوى. الله يهديك. هالكلمتين هذه اللي مثلا، لكن هذا هو زياد هنا. شوف انا اقولها والله بفم المليان، زياد تدرب في تدرب في مدرسته ومن 9 سنين اشرف عليها الكابتن يامن. يعني وقف معاه، هذا بكلام ابوه بعد، وقف معاه ولا كانوا حتى يسرون على الاشتراك. يعني ما يحتاج زياد ولدنا ولا بيننا الامور. الاهم الحين احنا هو عنده مرحله مقبل عليها الفتره. احنا بس يا احنا يا كابتن يامن 3 شهور ما نكلم بعض او شهرين، يعني الواحد تحز في نفسه. لا اخوان ما بيننا. فزياد انا حبيت اوضح انه احنا بس في البطوله شفناه. صح كيف. في ناس فهمتها وانا اخوك يعني غلط، عرفتك ولا؟ لكن نقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا احنا يعني اكبر بالامور هذه وانا اخوك. اكيد يعني اكيد، واحنا عارفين اللي في القلب، هذا اهم شيء. ان شاء الله انه باذن الله القادم يكون افضل لكم وللاعب وللوكاله ما شاء الله. لا حرصكم يعني على هذا الموضوع. دائما يد واحده ما تصفق. لو انتم وجبتوا في الاكاديميه وقتها كان ما عرفنا، لكن الشهاده لله ان كابتن يامن اشتغل عليه وفتره طويله، يعني ممكن 8 سنوات 9 سنوات. هذا واجبنا والله، ان شاء الله نتمنى له القادم افضل باذن الله. باذن الله ان شاء الله يا حسين. حبيبي حبيبي التطور قاعد توصل ان شاء الله. يا زياد ايش تقول؟ والله انا سعيد اليوم ان افاطر معاكم صراحه. طيب اثنينكم ما قصرتوا معي، طلع كابتن يامن مدربي من وانا صغير واشرف علي وعلمني كثير الحمد لله، وانت بعد ما قصرت معي. مدرسته كبير، بكره مدرسته ما يزعلون علي. اي اكيد اكيد مدرسته. احنا بس نوضح وجهه النظر بس، يعني انه الله يهديهم بس، الناس اصطادوا في الماء العكر، لكن نقول الله حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله. حبيبي يا عم الله يسعدك، يعطيك الف عافيه. كيف مطعم الكابتن سعود؟ كيف مسمار؟ اشوف انا نتيجتي واضحه والله. ما شاء الله تبارك الله، والله لك الامور طيبه. بالعافيه جدا طيبه. بالعافيه حبيبي، الله يكثر خيرك.